حلم راوية هنحققه النهاردة بالليل. الحلم اللي بقالنا سنين نفسنا يتحقق. انت اخيرا هتاخد حق راغب، وانت يا اشرف هتاخدي حقك انت واختك. وانت يا سعيد لو كنت مسامح في حق كليتك زي ما قلت قبل كده، فعليك دين كبير قوي لحسني واجلاله لازم تسدده. لو كانوا عايشين كانوا هيبقوا عايزين ياخدوا حقهم. ركزوا معايا، ده المصنع. يلا اضغط يلا اضغط على مكانك اضغط خش بقولك بقولك خش باتوا كلكم يا رجاله، محدش يتحرك من مكانه. نزل سلاحك يا ابني. لا احتياطي بس. انتوا عاوزين ايه؟ هنرغي شويه. فاكر راغب؟ استكترت عليه انه يحب واحدة منكم. حسنى بالروس وإجلال اللي حاولت تغوها، ولما رفضت لبستهم هما الاتنين تهمة وخليتهم هربانين طول حياتهم. عرفت ليه حسام كان مصمم ان انا لازم اجي معاك؟ علشان تبقى تصدقني. كان عندك حق، خاين وبعد البيوت اللي انتوا هديتوها على دماغ صحابهم عشان تبنوا المصنع ده وتخبوا فيه القرف اللي انتوا بتعملوه. الناس دي بقى كلها مش موجودة دلوقتي عشان تاخد حقها، بس حظكم الاسود بقى اننا موجودين عشان ناخد لهم حقهم. انتوا مش خدتوا كل حاجة؟ عايزين مننا ايه تاني؟ اخلص يلا. مش كفاية كده ولا ايه؟ كفاية. انت بقى هتتفرج على نفسك وانت بتتحرق. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.